وعليكم السلام ورحمة الله. فكنا عم نحكي قبل اسبوعين، بلشنا بالنزوف الرحمية الغير طبيعية، وحكينا بالبداية عن بعض المعلومات الأساسية عن هي عن الدورة الشهرية وأقسامها، وبعدين حكينا عن التعريفات عن اضطرابات النزوف، حكينا كمان عن إحصائيات النزوف والدورات الطبيعية عند النساء بمختلف الأعمار، ودخلنا هلا بأسباب النزوف الرحمية الغير طبيعية. من قبل حكينا، بس لحتى نعمل تذكرة، آخر شيء كنا عم نحكي عن، حكينا إنه في أسباب عضوية وغير عضوية. الأسباب العضوية هي أسباب، منها أسباب جهازية، الأمراض الجهازية أو السيستميك اللي هي اعتلال أمراض الدم أو تخثر الدم. أي حكينا بعد منها إنه كمان نقص نشاط الغدة الدرقية كمان بيسبب 2.5% من أسباب نزوف الطمثية الشديدة. انتقلنا وأسباب عضوية أخرى، حكينا عن تشمع الكبد كمان لأنه بيفقد القدرة على استقلاب هرمون الأستروجين. هلا بالنسبة للأسباب التي تتأتى من القناة التناسلية أو الريبرودكتيف تراكت، أهم شيء هو الحبل ومشاكله مثل الإسقاطات والتهديد الإسقاط والإسقاطات الكاملة والغير كاملة والحمول الهاجرة، وكمان التروفوبلاستيك ديزيز، جيستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز، يعني مثل الحمل المولر، مولر بريجنسي اللي هو بيسمى بالعربي الرحى العذارية الرحى العذارية أو الحمل العنقودي حكيم. أو الحمل العنقودي، صحيح. وكمان سرطانات هذا المنشأ بنفس الأمر. هلأ سرطانات أخرى بتتأتى إلى نزوف غير طبيعية، أهمها سرطان عنق الرحم، سرطان باطن الرحم، وبأقل شيوعة سرطان المهبل والفرج، وكمان الأنابيب فالوبيان، أنابيب ال... هلا في الأورام المبيضية المنتجة للأستروجين مثل جرانولوزا ثيكل سيل تيومر. هلا أسباب أخرى تتعلق بالقناة التناسلية هي الالتهابات، وخاصة التهاب باطن الرحم بنشوفه بيؤدي إلى إنتاج طموث أو نزوف طمثية مطولة، خاصة عند الناس اللي بيستخدموا أجهزة مانعة للحمل. هاي بتؤدي بعض الأحيان إلى التهاب باطن الرحم وبتؤدي إلى نفوذ طمثية أو نزوف طمثية مطولة. وقفنا هذيك مرة عند هالصورة، يعني وقلنا إنه القدرة البصرية لتمييز عنق الرحم واضطراباته هي لازم يعني تم نتابعها ونزيد المهارة فيها، لأنه هاي هي اللي ممكن في حال نقصان الأسباب الأخرى، اللي أسباب التشخيصية الأخرى، هاي بتساعد كتير لحتى تعطي فكرة. عشان هيك في أي اضطراب نزفي غير أي شيء غير طبيعي، إن كان نزوف أو كان سوائل زائدة، الأفضل هو إجراء فحص حوضي، خلينا نقول pelvic exam، فحص حوضي، ممكن يكون عنده فحص مهبلي أو فحص حوضي، ومشاهدة عنق الرحم. دائما لازم نشوف عنق الرحم، نشوفه شلون ظاهر. إيه هلأ هون هاي الصورة اللي على اليسار تعطينا فكرة، يعني هي ممكن نقول عنها مستوى عالي الشدة من الديسبليجيا، سيرفيكال ديسبليجيا، سوء تصنع
بشرت عنق الرحم، خلينا نقول بدرجه عاليه، او ممكن يكون بدايه سرطان بنفس الوقت. الصوره اللي على اليمين هيك سرطان عنق الرحم، لازم يكون مثل الجلد املس، يظهر مثل الجلد، ما يكون عليه اي غبار ولا اي، ما يكون عليه اي بقع بيضاء. يعني حتى البقع البيضاء ممكن تظهر بدون استخدام منظار الكولبوسكوب. يعني اذا في سوء تصنع بالبشره، بشره عنق الرحم، ايام بعض الاحيان ممكن يظهر بدرجات متفاوته. للاسباب الاخرى كمان، وخاصه بنشاهدها عند النساء يلي عندهم وزن زائد، عندهم ارتفاع ضغط، عندهم سكري، ممكن يكون اضطراب بالنزوف شديده مطوله، ممكن يكون عندهم اندوميترال هايبربلاجيا او فرط تصنع بطانه. فرط تصنع بطانة الرحم. هلا هذا هو الأدنو كارسينوما، يعني لما مصير اللهم صلي على سيدنا محمد، العمل الجراحي يتم استئصال الرحم. لما يتم تقسيم الرحم، يعني هذا هيك بيظهر صورة للأدنو كارسينوما. هذا الليو مايوساركوما، يعني شو بتسموه الليو مايوساركوما بالعربي؟ الساركوما، ساركوما الرحمي، يعني الغران حكيم، الغران الرحمي، غران، لا الغران الرحمي، هلا الغران العضلي الرحمي. ايه هلا الفرق بين هاد وها، هذا بيتميز بيظهر مباشرة، يعني سهل، خلينا نقول بمجرد ما يصير سرطان او فرط نشاط، فرط نمو بالغدد، خلينا نقول بالخلايا الغديه، بالجلاندولار سيلز، بالاندوميتريوم، بالغشاء البطاني، ممكن هذا الامر يؤدي الى نزوف غير طبيعيه، خاصه باعمار، يعني خلينا نقول متقدمه، هون 35 واعلى، بهيك اعمار ممكن نحن نشك، خاصة إذا المريضة عندها صفات تجعلها من الذين يكونوا على خطر من أنه يصير عندهم سرطان باطن الرحم. يعني يفضل أنه يصير في أخذ خزعة أو تجريف استقصائي في هذا الأمر لحتى نستبعد وجود السرطان. هلأ الليو مايوساركوما أو الغرن، هذا من أحد أموره، يعني هل يرتبط بوجود الألياف؟ يقال فقط بنسبة 1%. يعني هذا ممكن ينشأ عند أي مريضة بدون ما يكون عندها ليف، يكون عندها فايبرويد. هلا بس بعض حالات الألياف ممكن تظهر بعض التصرفات والسلوكيات يلي ممكن تخليها تتطور بالنهايه الى ساركوما. بس الليو مايوساركوما قد ينشا من الخلايا العضليه الرحميه البيضاء اللي هي ما فيها الياف، فما في، ما مو شرط، وقد يعني لا يظهر الا بعلامات واعراض غامضه، بيظهر باعراض مثل زياده حجم البطن، آلام حوضية أو بطنية مبهمة، وأيام بيظهر باضطراب نزف، وأيام ما بيظهر. على فكرة أيام بيكون يعني تشخيصه بشكل بالصدفة أثناء العمل الجراحي، يعني أيام بتعمل خزعة لباطن الرحم وبتطلع طبيعية، تطلع ما فيها أي علامات ولا فيها أي دلائل لوجود الغرن، وهذا تشخيصه جراحي فقط لا غير. يعني بأغلب الحالات، خلينا نقول أكثر من 95% من الحالات، هو تشخيصه جراحي. من النادر، أنا بالنسبة لي ما تشخص معي أي حالة عن طريق خزعة باطن الرحم، كل الحالات شخصت عن طريق العمل الجراحي. ما بعرف إذا الدكتور رضوان صادف حالات تم تشخيصها سابقا،
أو الدكتور محمود إذا أنتم ادتوا الشخص حالات سابقة ما قبل العمل الجراحي بالنسبة للغرام. هلا احصائيا تشخص معي انا شخصيا ما بتذكر، لاني نحن ما بنتعامل كثير الانكولوجي وان اللي بيتعاملوا بالحالات، بس يعني لما بنعمل اندوميتريال بايوبسي خزعه رحم لالياف او نزف او كذا قليل ما مر معي، بس احصائيا يمكن تشخيص بعض حالات ما 20 30% او اقل من الساركوما عن طريق خزعه باطن الرحم. وبعض هلا هي الغران ممكن كمان ما يظهر باضطراب نزف، على فكره ممكن يظهر بضخامه رحم، وخاصه عند النساء اللي هن يعتبروا ما بعد سن توقف الطمث. ففي اي حاله نساء عندها ضخامه رحم، هلا اضافوا لهالموضوع هو موضوع الام ار اي، موضوع الرنين المغناطيسي يلي عنده قدره انه يشخص. يقال كمان يعني انا مالي ما عندي درايه بهالموضوع، بس يقال انه الالترا ساوند او الايكو يعني كمان عنده قدره بدئيه خفيفه انه تميز ما بين الالياف الطبيعيه والالياف غير طبيعيه، بس ما بعتقد يعني يعتمد عليه. اذا يعتمد هو على يعني على الخزعه اولا وعلى على العلامات السريرية أو الأعراض السريرية وكمان الرنين المغناطيسي ببعض الحالات. هلأ عفوا دكتور أديب، بس يعني مقاطعة صغيرة ولو خرجنا شوي على الموضوع. بتعرف هون لما صار عنا الاضطراب تبع المورسيليشن، لما كنا نعمل استئصال رحم بالتنظير، صحيح كنا نستخدم أداة اسمها المورسيليتر، أو هو مثل يعني مثل ماكينة كبة أو جرايندر بسموها، بتحطها ضمن واحد فرامة التنظير فرامي، فرامة صحيح تسحب فيه الرحم. لحتى في دكتورة من بوسطن طلع عندها غران وانتشر وصار في مشاكل كبيرة والإف دي إيه تدخل. فهلأ نحن إذا منشوف وحدة مثلا بالأربعينات خمسينات عندها ألياف وبدنا نعمل جراحة بالتنظير وبدنا نستعمل المورسيليتر الفرامي، اللي هي معظمنا هلا توقف عن استعمالها بس يعني موجوده مسموحه بعدد من المشافي، نعمل ثلاث شغلات: يعني الرنين المغناطيسي وخزعه الرحم وال LDH ايزو انزيمز. فهدول يعني في دراسه يابانيه بينت اني ممكن تكتشف معظم حالات الليومايوساركوما او الغرن، بس مو كلهم طبعا، بس هدول إذا لابد من المورسيليشن ونحن عم نعمل عملية جراحة تنظيرية وبدنا نستخدم المورسيليشن، بنعمل هدول ثلاث شغلات: خزعة باطن الرحم وام ار اي والال دي اتش ايزو انزيم نظائر، يعني اللي هن 1 2 3 ممكن تفيدنا ان ننفي جزء منيح من حالات الغرام. كلام جميل دكتور رضوان. تعقيبا على كلامك، هلا يمكن الله اعلم سمحوا ببعض الحالات استخدام الفرامة. هلأ أنا استخدمتها مرتين أو ثلاثة وبعدين طلع القانون. هلأ في عم يخترعوا، إذا أنت أضفت من معرفتك أنت تشتغل بهالموضوع أكثر، هلأ اخترعوا كيس خاص بينزلوا بيحطوا كيس وبيحطوا الرحم داخل الكيس وبيستخدموا الفرامة، مو هيك هلأ الأمور؟ موجود طبعا عدة أنواع من الباجز والأكياس صارت بالماركت، ويعني في بالسنجل بورت وبالمالتي بورت، في منهم مشاكل، يعني في واحدة منهم اللي بيستخدم مالتي بورت عدة، يعني ما هو أني سنجل بورت، بدك تدخل الكيس وتدخل التروكر بقلب الكيس ومورسيليتر وكاميرا، ففي خطورة أني ليك شوي. اللي بيستعملوا سنجل بورت بدخل كل شيء بالكيس، يعني بدخل بحط العينه بالكيس وبدخل الكاميرا والمورسيليتر، فنسبه احتمال الليك اقل. هلا اللي انا بعمله باخذ ما بستعمل مورسيليتر بصراحه، بحط الليف او الرحم بكيس وبسحبه عن طريق 2.5 سنتيمتر من هاي، وبعمل بالايد، يعني اسمه هاند مورسيليشن، يعني بتشق الجلد سنتين ونص بالسرة، يعني بضل مخفي الجلد وبنفتح الكيس وبنعمله بالإيد، بنسحبه بالإيد، يعني بنعمل المورسيليشن، يعني أسلم حسيته بهالطريقة. وبدك تستخدم واحدة من الباج اللي هو السميك، يعني بستخدم واحدة اسمها هون الأنكر باج،
الجلد تبعها هذا من مثل المنطاد يعني تقريبا، السميك ما بي ولو دقرته بالسكين احيانا ما بيتخزع يعني. هلا الاضطرابات التشريحية حكينا هي الألياف، وهي طبعا بالدرجة الأولى تنتشر بشكل كبير هون بأمريكا عند الأفارقة الأمريكان بشكل كبير جدا، يعني عندهم نسبة كبيرة نساء الأفارقة هون بعمر معين بصير عندهم استئصال رحم، وبتيجي لعندك المريضة بتقول لك أنا أمي آمولة الرحم وستي آمولة الرحم وأنا بدي إيم الرحم. هلأ البوليبات أو التنشؤات الإصبعية، مو بيسموها هيك دكتور محمود تنشؤات إصبعية؟ بوليبات، بوليبات بوليبات نفس الاسم. أي بوليبات داخل بوليبات باطن الرحم كمان هي من الأسباب يلي بتسبب اضطراب بالنزف، يعني غالباً دورات غير منتظمة على شكل نزف متقطع غالباً. هلأ الأدينوميوسيس أو الداء البطاني يلي بيغزو عضلة الرحم كمان هو من أهم الأسباب يلي بتؤدي إلى الآلام الدورة وإلى النزوف الدورة، ويعني ما بتسبب أي إشكاليات خارج أيام الدورة. هلا على الإيكو بيظهر معنا مثل كرة، يعني مثل الطابة، مثل الطابة تبع كرة القدم، نفسها كرة القدم اللي بتصير هيك بتلاقيه الرحم يعني شكله مدور بس ما في، يعني هي أكتر شيء ممكن الإيكو يعطيك فكرة، ما بيعطيك تشخيص بس بيعطيك فكرة إنه احتمال يكون في داء بطاني داخل الرحم. بس إذا هلا يقال إنه الرنين المغناطيسي بيعطيك معلومات أكتر وممكن يشخص لك الداء البطاني داخل الرحم، بس نحن عمليا خلينا نقول على الشكل العملي ما بنستخدمه، يعني على الشكل العملي ما بنستخدم. والله أنا بالنسبة لإلي يعني من ناحيتي ما ببعث المرضى والله يعملوا رنين مغناطيسي ليشوفون إذا والله عندهم داء بطاني ولا لا. الآفات عنق الرحم كمان البوليبات عنق الرحم هي منشأها غالبا خمجي، منشأها التهابي، وكمان الإيروجنز يعني التآكلات عنق الرحم كمان بتؤدي إلى إحداث نزوف متقطعة وغالبا بعد الجماع. هلا الأجسام الأجنبية مثل ما حكينا من قبل داخل الرحم مثل الجهاز مانع الحمل اللولب بفترة من الفترات استخدامه بيؤدي إلى التهاب باطن الرحم، وهذا التهاب باطن الرحم إضافة إلى أنه أعراض ضغط بتشعر المرأة بأعراض ضغط وبتشعر بآلام أيام، وكمان بتصير أنه دورتها بتزيد، فأعطاء أنتي بايوتيك لمدة أسبوع أو أسبوعين ممكن يفيد وممكن ما يفيد بهالحالة. هلا هي عدة صور بتفرجينا نشوف إذا قدرنا. كبرت الصورة؟ الصورة كبرت عنكم مو هي؟ ايه واضحة دكتور. هي يعني بتعرفوا عنكم خبرة ما شاء الله، يعني العمل عنكم جراحي كتير أعداده كبيرة، ف كثير في حالات الألياف. هي دايجرامز أو رسوم بتظهر أنواع الألياف اللي هي ممكن تكون تحت مخاطية وتكون متعلقة وبتكون داخل العضلة الرحمية. هي البوليب، هذا هيستروسونوغرام، هذا يعني بتحقن مي وبتشوف الرحم بالألترا ساوند وممكن فرجيك البوليبات. هذا البوليب العنق الرحم، بوليب عنق الرحم موجود هون، هذا البوليب داخل باطن الرحم، هذا بتشوف ممكن ينشاف كمان. هي بوليبات داخل باطن الرحم، كمان هي صورة تانية لبوليب كبير داخل هي العنق، بوليب لا عنق الرحم.
يقال يعني البوليبات اللي هي داخل باطن الرحم لها خاصية ولها تهيؤ أكبر أنه ينشأ منها سرطان، بس يلي بتظهر من عنق الرحم هي غالباً خمجية المنشأ وما بتؤدي لسرطان. هاي هي كمان مثل ما بتعرفوا الألياف، الياف هاي هون الداء البطاني، الداء البطاني هيك بيظهر اسفنجي، الرحم بصير اسفنجي، شكله اسفنجي. ايه نفس المبدأ هون، يعني هي ترسبات وغزو للخلايا الغدية البطانية إلى داخل العضلة الرحمية. هلأ كمان في أسباب أخرى، خلينا نقول ايتروجينيك، يعني أسباب تداخلية أو دوائية، تداخلية دوائية أو محدثة، يعني نحن أحدثناها بطريقة أو بأخرى، أو إلى علاقة بشيء خارجي دوائي أو. فهلأ أهم الأسباب هو استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، يلي منها حبوب منع الحمل، منها الإبرة الديبوبوفيرا الانجكشن، منها النوفارينج هي الحلقة المهبلية اللي بيدخلوا فيها. هلأ الديبوبروفيرا هو بروجستيرون على الحل، النوفارينج هو مركب من الاستروجين مع البروجستيرون. هلأ الهرمون اللولب الهرموني هو بروجستيرون على الحل، ليفونورجستريل 52 ميلي جرام. هلأ في الغلزات اللي بتقعد تحت الجلد بزمانه كان يسموها بالتسعينات لما كنت بالزهرة ويساوي دورة، الأمم المتحدة يساوي الدورة عن للنور بلانت، عملتها بمشفى التوليد وكانوا ست غرزات، كانوا ست غرزات، هلأ نزلوا لغرزة واحدة، هلأ صاروا غرزة واحدة. وهي على فكرة أحد المعامل النكس بلانون هو موجودة بتركيا، تركيا من البلاد يعني ما ورخيصة كتير، يعني أنا ما بعرف دكتور محمود إذا تفيدني بهالموضوع، في استطاعة، ما بعرف إذا الدكتور عبد الرحمن موجود كمان على الخط معنا، في استطاعة إنه نتواصل مع التراك أو مع المعمل، عندهم معمل كبير شمال اسطنبول هدول لحتى يتم الحصول عليه، وكتير رخيصة، خلينا نقول ممكن يعني ما بعرف قديش رخيصة، بس مقارنة مع أمريكا هي عشر تكلفتها، عشر تكلفة النكست بلانوني اللي موجودة بأمريكا، يعني أحد المعامل الكبيرة اللي لها موجودة بتركيا. أنا يمكن بتستخدموا أنتوا الإبرة والحب والحب واللولب الهرموني وغير الهرموني. دكتور محمود، دكتور أديب، هاي الغرسات ما لها تقبل عنا، ما لها شعبية ما لها أبداً، تقبل، سيئة السمعة، فلذلك النساء أغلبهم بيعرفوا أنه هاي بعد فترة عم تعمل إما انقطاع طمس أو عم تخربط، عم تعمل بريك ثرو بليدنج، فما عم يتحملوها، عم يشيلوها بعد فترة، فما لها شعبية. هلا نحن هون بنستخدم الأورال كونتراسيبتيف الكومباين والديبوبروفيرا أكثر شيء، والأيودين النحاسي بس، حتى المايرينا ما هو متوفر عندنا، قليل جدا المايرينا يتوفر، هدول بشكل عام اللي عم نستخدمون، والميني بيلز الميكرولود هاي من أثناء الأرضاع، هاي الأصناف اللي عم نستخدمها فقط، قليل ما نستخدم غرسات أو الأنماط، حتى النوفارينج ما هي موجودة، ما هي متوفرة عندنا. وعلى فكرة النوفارينج ما لها شعبية بنوب بأمريكا، يعني أنا من كل عدد المرضى، ما بعرف إذا دكتور رضوان عنده رأي آخر، من كل المرضى اللي بيجوا لعندي عندي بس ثلاث مريضات موجودين على النوفارينج، يعني بيستخدموا النوفارينج، لأنه هدول بيجوني عدة مرات يعني بالتهابات مهبلية متكررة وكذا وأيام، يعني فما بعرف إذا هي عندها شعبية، يعني بس بأمريكا باعتقادي على الأقل بالمدن ما لها شعبية. هاي هي كانت قبل اسمها نكس امبلانون، هي نوفارينج، خلينا
هي ال شو بسموه الراد، الراد يلي بنحطه تحت الجلد، هي ال النوفرينج. هلا لا الاسباب، اي عفوا، تفضل. اي عفوا دكتور اديب، اكيد هي مي من الامور الشائعه. يمكن عندنا بامريكا اكثر شيء اشعه شيء الحب، البيرث كنترول بيلز، بعدين الاي يو ديز. عالميا اشعه شيء الاي يو دي، اللولب، هو من الحبوب. وهلا نزل واحده جديده من الرينج اللي سنويه، يعني بس حلقه واحده اتخن شوي، اسمها انوفيرا، بتستمر لمدة سنة، بس المريضة بتشيلها كل شهر كم يوم بآخر الشهر، ما بدها تبريد، ما بدها تخزين بالبراد، بترجع بتحطها، وهي نفس الرينج بتكفي للسنة، يعني مشان إني واحدة ما يعني تحط شغلات مختلفة. يعني عمليا هي مثل البيرث كنترول، بس إني مثل الحبوب، بس تطبيق مختلف، ونفس الأثر، تشبه الأثر الجانبي كتير، بس عمليا ما هي شائعة. لا، ما هي لا، في حال الاضطراب النزف كان ما له علاقة بسبب عضوي أو جهازي أو تشريحي، معناته هون بهالحالة يعني تشخيص اضطرابات العسر الوظيفة النزفية، هي هي ممكن نحن نستخدمها، أو اللا إباضية، أو خلينا نقول بكلمة أخرى ممكن نحن نستخدمها الهرمونال امبالانس، يعني عدم توازن هرمونات لاسباب معينه لها علاقه بالوقت. هلا صحيح تكلمنا وتكلم دكتور رضوان بالجزء السابق انه هلا بيعتمدوا على تصانيف جديده وما استخدموه، بس هو المفهوم لساته هو ما تغير، يعني مفهوم الفيزيولوجي يعني هو ما تغير. هلا الاضطرابات او اضطرابات النزوف الطمسيه غالبا شائعه بتكون ما بعد بدء الدوره، يعني بسن المراهقه او ما قبل انتهاء الطمس، وبتظهر بشكل شيء اسمه نزوف حول الطمس بيريمينوبوزال، يعني هي بتكون بفتره ما قبل الطمس وبتحدث يعني حواليها. شو يعني بتعطي، شو بتخص هذه الاضطرابات؟ انه ما في اباضه، في انتاج مستمر للاستروجين، وفي فشل بتشكيل الجسم اللوتيني، مشان هيك ما في انتاج للبروجستيرون غالبا. هلا شو بصير حسب ما حكينا، انه اول شيء لما خلال الدوره الطبيعيه بالطور الاول بيكون الطور التكاثري، هذا الامراه بتتم عايشه ضمن الطور التكاثري ما بينتهي بعد اسبوعين، فلما بتصير بالطور التكاثري مثل الواحد عم يبني ناطحه سحاب، يعني بيتم عم يبني طوابق، واخر شيء الارض ما بيقعد بيستحمل، فبتتهاوى، يعني بتصاب في ضخامه لبطانه الرحم قد تصل لسنتيمترين او اكثر، هي بعدين بتصير فيها هشاشيه، يعني ما بيقدر هذا ما بتقدر، لانه ما في تعميق، ما في تثبيت لهالبطانه، يعني على العظم ما اجاها لا الاغذيه ولا اجاها الشرايين الصغيره او الحلزونيه، فبصير فيها هشاشه واحتقان وعائي، وبكون هي أنسجة مفرط التصنع، بعد منها بصير انهيار للأنسجة، يعني وما في أي دعم وعائي مقبض، فبصير انهيار لأهلها. يعني المريضة بتجي بتقول لك إنه أنا قطعتني الدورة 3 4 أشهر، وهذا غالبا بنشوفه عند النساء اللي عندهم المبيض متعدد الكيسات، بيكونوا تحت التعرض تحت تأثير الاستروجين بشكل مستمر لعدة أشهر، بعد منها ينتهي بنزف قد يستمر لشهر أو أكثر.
كمان نفس الشيء مثل ما حكينا، التوازن البروستاجلاندينات مع بعضها ولعب ادوارها هذا كمان بيكون مفقود، مشان هيك بصير النزف. هلا انا قسمتهم لاربع اقسام عمليا، يعني بقدر بنظر الموضوع باربع اقسام. هلا الحاله قبل ما اصل لهالاربع اقسام، بس راح احكي انه هي الهايبر استروجينيك ستاتس هي نفسها حاله المرضى اللي عندهم المبيض متعدد الكيسات، يعني بيكونوا تحت تاثير وتحت انفلونس مستمر من الاستروجين اللي بيؤدي الى فترات من انقطاع الطمس يتلوه فتره نزوف شديده ومستمره، وهذا بيسموه استروجين بريك ثرو بليدنج. يعني لما بصير النزف لشهر بيسموه استروجين بريك ثرو بليدنج، يعني النزف الحاصل اثناء بسبب زياده الهرمون واثناء استخدام الهرمون. شو ممكن تفسره دكتور محمود؟ والله يا دكتور اديب، هاي ما لقيت الا يعني الترجمه غير كلمه الاختراق، نزف إيه؟ الاختراق هيك نزف الاختراق هي بالقاموس الموحد الاختراق. إيه؟ نحن سابقا كنا نسميه نزف عتبي، منين جبناها ما بعرف، كنا إيه؟ طلاب يعني يسموها نزف عتبي، بس اما بالمعجم الموحد نزف اختراق، هيك هيك بنسميه. صحيح. فهلا فعندنا اربع اقسام اذا بدنا نقسمهم بالنسبه لوجود الهرمون او عدم وجوده، وامر اخر استروجين ولا بروجسترون. فاول شغله هلا عرفناها انه وجود متوفر وافر جدا للاستروجين ويطفو على الساحه، يطغو على المشهد، كميات كبيره عاليه من الاستروجين عم تاثر على الهي، بعد منها بتؤدي الى فترات من انقطاع الطمس، بعد منها بتؤدي الى فتره نزف طويله. هي يعني نزوف الاختراق بيكون فيه الهرمون متوفر بشده، متوفر زائد عن نسبته الطبيعيه في الجسم. هي اول نوع. ثاني نوع بيكون عندنا نزوف بسبب انسحاب هرمون الاستروجين، غالبا هي بنشوفها بعده حالات، اهمها لما بصير استئصال المبيضين والمحافظة على الرحم. بيتم استئصال المبيضين محافظة على الرحم، أو ممكن بحالة الداء البطاني أو إندوميتريوسيس العلاج كان سابقا يعطى إبرة الجي آن آر إيش. هلأ الجي آن آر إيش كانوا بيعطوه بشكل مستمر، وجوده بشكل مستمر بيعطي تأثير يؤدي يعني إلى سيناريو انقطاع الطمس، يعني would push forward for menopause، يعني بيؤدي هذا كمان بيسحب وبيؤدي إلى انخفاض شديد بالأستروجين. مشان هيك بعض الحالات لما بيعطوا بيحطوا مرضى بهذا من زمان الحكي، هلا تغيرت أدوية ممكن نعرج عليها بعدين. من زمان كان هذا الدواء كتير شائع وكنا نعطيه، فكانوا يعطوا معه كمية من الاستروجين لحتى يعود على النقصان المفاجئ الاستروجين عند هؤلاء المرضى اللي عم ياخذوا الجي ان ار اتش. فشو بيؤدي؟ هذا بيؤدي إلى نزف هذا الرحم الموجود، عندنا رحم موجود خاصة بعد استئصال أو بسموه سن اليأس الجراحي بعد استئصال المبيضين. هذا الرحم لعدة أيام بيؤدي إلى نزف متقطع، وبعض الأحيان ممكن يطول بس هو متقطع وخفيف. فعندنا نحن بالنسبة لهرمون أستروجين عندنا هالنزفين، نزف الاختراق بسبب وفرة الاستروجين وهذا بيكون نزف شديد وطويل، ونزف الانسحاب للاستروجين وهذا نزف غالبا متقطع وخفيف
وبعداد بأيام قليلة. هلا إذا حكينا على البروجسترون وهو أكثر شيوعة، شائع أكثر هذا السيناريو، ممكن نشوف نزوف انسحاب البروجسترون، يعني ممكن إزالة الجسم اللوتيني أو إعطاء وانسحاب من الأدوية البروجسترونية، ممكن يسبب نزف للباطن الرحمي اللي هو كان بحالة تكاثرية، اللي يكون عنده تعرض كافي للأستروجين. يعني لما ما بيكون تعرض كافي للأستروجين هذا النزف ما بيصير، مشان هيك بيقولوا له هذا بعض الأحيان أيام نستخدم هذا الاختبار لنعرف إذا كان في بطانة جيدة للرحم ولا لا، خاصة لهدول اللي عندهم أسباب انقطاع طمث الثانوي، فمنعطيهم البروجسترون. إذا نزفوا معناتها عندهم بطانة رحمية. طيب هذا الأمر نحن ممكن نعرفه أيام عن طريق الألتراساوند. بتشوف الألتراساوند إذا عنده إذا الألتراساوند فيه ثخانة معناته هو كان متعرض للأستروجين. إذا ما في ثخانة بنوب معناته هذا ما في، قد يكون السبب نقص الأستروجين، وقد تكون هي داخلة بانقطاع طمث أو بسن يأس باكر. هلأ نزوف الاختراق أثناء البروجسترون وهذا بيحدث بشكل شديد، بشكل نسبة عالية كتير عند النساء يلي بيستخدموا يعني حبوب وسائل منع الحمل الهرمونية، خاصة يلي هي بروجسترون أونلي. هلأ هي شو ميزتها؟ ميزتها أنه النزف بيكون متقطع ومختلف المدة، يعني أيام، وهي بتشوفها كتير بشكل شديد عند النساء اللي على إبرة الديبو بروفيرا، أو النساء على هرمون الميرينا، أو هلأ اسمه في كتير أسماء على فكرة، وكلها يعني نفس الغرض. المهم يا الهرموني بروجسترون، يا أما الإبرة، يا أما هي الغرزة تحت الجلد، كلهم هدول بيعطوا نفس الأعراض بعض الأحيان بنسبة 20-30%. يعني لما بتجي المريضة وبدها بدها تستخدم هل وسائل منع الحمل، من إلا نحن مخليها توقع إنه هي فهمانة إنه ممكن يكون نسبة حمل يحدث ب1% أولاً، ثانياً نسبة اضطراب الدورة الطمسية بنسبة 20-30%. يعني أنا أيام بقول لهم 10-20%، يعني هذا الرقم اللي المستخدم، ما بعرف قديش هو ربما يكون أعلى، بس خليني أقول 10-20%، هذا الرقم اللي بستخدمه لما بخلي المريضة توقع على استخدام هاي الهرمونات. طيب هلأ نحن حكينا على البروجسترون. طيب البروجسترون البريك ثرو أو الاختراق، هذا بيكون في كمية من البروجسترون داخل الجسم أعلى من المستوى الطبيعي لإله، في متوفر بشدة، عشان هيك بصير نزف الاختراق، بس هذا النزف بيكون قليل ومتقطع، عكس الاستروجين البريك ثرو أو نزف الاختراق بالاستروجين، هذا بيكون شديد وغزير ومطول. هلا إذا رجعنا للاستروجين، الاستروجين البريك ثرو هذا هذا نفسه مثله البروجسترون withdrawal، هذا بيكون متوسط الشدة وطويل نوعا ما. أما بالنسبة للاستروجين withdrawal هذا حكينا عليه متقطع وبأيام قليلة. هلا هذا متقطع أيام قليلة وبعد أسبوع خلاص بينتهى وما بيعود بصير فيه نزوف، بينتهى القصة، يعني السيناريو تبعه بينتهي بعد العمل الجراحي، يعني ممكن نشوف هي تقطع في النزوف أول أسبوع، بعد منها ما عاد تشوف. هلا بالنسبة
اما البريك ثرو بروجسترون بريك ثرو هذا متقطع وخفيف، بس كمان ممكن يستمر لفترات اطول، يعني يومين ايه يومين لا، ممكن تشوف نزوف وما بتقدر تعمل قاعده عليه. يعني كل مريضه بتجيك بقصه مختلفه، خاصه هدول اللي عم يستخدموا الموانع الحمل الهرمونيه. دكتور بعد إذنك، في عنا هون استخدام شائع وخاطئ للبروجسترون كتير. في عنا هون مشكلة خلال السنوات السابقة، كل مريضة عندها نزف اعتبارا من البلوغ لما حول سن اليأس، عندها اجت بشكاية اضطراب طمسي أو أي نزف شاذ كانوا يعطوها نوركلوت. النوركلوت من أكثر الأدوية هو استخداما عندنا هون، النوركلوت يستخدم بسبب وبلا سبب. هلا في قسم كبير عم يسمع هون الكلام، يعني رقم منيح، وخاصة من القابلات عم ينعطى النوركلوت وخاصة ما حول سن اليأس. هون يعني هذا الفترة هاي يمكن النور اسندرون مهم. أيوه هو حكيم، هو البروجسترون هو نور اسندرون، فعم ينعطى بشكل مرعب، بشكل كتير كبير وبشكل خاطئ. أنا دائماً بنبه إنه ما ينعطى هذا بدون سبب، ما ينعطى. فهلأ هون في عنا قسم كبير حضران، يا ريت هيك هالفكرة هاي يعني نرسخ لهم إياها، إنه ما يستخدموا نور كلوت أبداً بدون ما نعرف شو سبب النزف الشاذ عند المريضة، وخاصة إيه ما صحيح. حول سن اليأس. أنا عم يصير عندي مشكلة، بتجيني مريضة عندها نزف شاذ ما حول سن اليأس مثلاً، هاي لازم ناخد خزعة من بطانة الرحم. الأدوية اللي عم تاخدها بشوف النوركلوت، بضطر أجلها فترة حتى ما يطلع عندي التأثير البروجستروني بالتشريح المرضي، يعني عم يفوتوا فرصة مثلا على المريضة. شغلة تانية، استخدامه الطويل هو اللي بيعمل هاي البريك ثرو بليدنج وبيعمل تمور بطانة، فهو بيكون بيسبب نزف أكثر وأكثر. يعني هو خاصة كمان عند المرضعات، يعني بشوفه عند المرضعات كمان عم يعطوا، فاستخدامه عندنا كتير شائع وخطأ. دائما استخدام النوركلوت عندنا خاطئ، فبتمنى تركز لي على هاي الفكرة بعد ايه هناك. هلا هو النورث اسندرون هذا يمكن اللي عم تحكي عنه هو ال 0.35 ميلي جرام اللي هو 35 مايكروغرام. هلا في في هلا هو نوعين، في 5 ميلي جرام وفي هذا. هلا العالي جرعه فقط يستخدم لايام فقط لا غير، لحتى يعني اما بالنسبه فقط لغرض منع حدوث الدوره. أما الآخر اللي هو بجرعة خفيفة يستخدم، هدفه أنه يستخدم لكمان حمل. هلأ هو يستخدم لتظبيط الدورة، يعني ممكن يزبط بس أيام، في إذا في أسباب أخرى تشريحية وعضوية فهو ما بيفيد بالغرض، وأيام بيطول كتير لحتى يعطي تأثيره، خاصة إذا عم تعطيه بجرعات خفيفة. فالأفضل هو يعني الخوض في موضوع يعني معرفة سبب النزوف ومعالجة الأمر بشكل يعني خلينا نقول منطقي. هلأ بالنسبة أهم شيء بالتشخيص هي مثل ما حكينا هي القصة السريرية، يعني بدك تعرف قديش كمية النزف، كم فوطة عم تتغير بنهار، قديش كم يوم عم يستمر النزف، هل هو عم بيصير مرتين بالشهر، عم بيصير عدة مرات، أو هو نزف مستمر. فهي كل هالمعلومات يعني هلأ ما رح نستخدم رقم قديش كمية الدم، لهذا هذا الحكي خلينا نقول غير منطقي. بدك أنت تمشي بموضوع الفوطات أو بموضوع هي رضا المريضة عن نفسها، يعني المريضة هي أهم مشعر لموضوع النزوف الرحمية. هي ممكن تقول لك انه دكتور هي الدوره صايره اغزر من ما كانت من قبل، صارت اطول من ما كانت من قبل، معناتها في سبب معين اداها ادى، او عم تصير عم تيجي كل اسبوع او كل اسبوعين، ففي حصرا اسباب ادت لهالموضوع. هلا كمان الاعراض والعلامات المرافقه لهالموضوع هي كمان بتعطينا بتساعدنا بالموضوع. يعني نفترض خلينا مثلا نحن نضرب سيناريوهات، مريضة عم تشعر ب بدائما شعرة ببرد،
عم يزيد وزنها، هي ممكن معها يكون معها نقص نشاط، مريضة عندها توتر بالأصداء، عندها غثيان أقياء، أي قد تكون حامل. ففي الأعراض والعلامات المرافقة هي كمان ممكن تساعد. التقطع الدم كمان بفترات، هاي مريضة نمط النزف ممكن يعطيك فكرة قد تكون هذا هو عبارة عن فرط نشط، فرط تصنع البطانة، أو قد يكون بداية سرطان لا سمح الله. هلا بدنا نعرف السوابق المرضية، إذا عنده سكري، عنده ارتفاع ضغط، عنده تشمع بالكبد. هدول اللي عندهم تشمع بالكبد بينزفوا على طول، يعني أنا اجتني عدة حالات، وهدول مشكلتهم ما بتقدر تعمل لهم جراحة أيام، لأنه بيكون عندهم اعتلال تخثر بالدم وبينزفوا أكثر، فبدهم بس حرق باطن الرحم يعني. هلا الجراحة، سوابق جراحية مثل البايبسي، الكون بايبسي او الليب او استئصال الالياف، استئصال الياف ان كانت بطنيه او عن طريق التنظير. هلا الادويه الليثيوم اللي هو بينعطى للمرضى اللي عندهم نفسيين، اللي هو ثنائي الطور او الباي بولر، اللي عندهم مرضى ثنائي الطور بياخذوا الليثيوم. أو الأدوية الأخرى بدنا نعرف إذا هي على حبوب منع الحمل أو بتاخذ التاموكسيفين. هذا مرة إذا كان عندها سرطان الأثدي وحطوها على التاموكسيفين، كمان هذا شيء لازم نعرف. بيجينا كثير مرضى معهم، كان معهم سرطان ثدي نساء وصار معهم عمل جراحي وخضعوا لمعالجة شعاعية وكيماوية، وكمان محطوطين على التاموكسيفين هلا، فهذا شيء يعني مو نادر، ممكن يحدث يعني. هلا السوابق الولادية، كم ولادة عندها وكم حمل عندها، كمان السوابق، القصة النسائية، إمتى بلشت الدورة عندها، هل تأخرت هل ما تأخرت، انتظام الدورة وفترتها كمان. هلا كمان آخر باب سمير صار عندها. هلا معظم يعني أنا حسب خبرتي الشخصية، معظم النساء يلي تم تشخيصهم بعنق بسرطان عنق الرحم في شيكاغو، هدول ما شافوا دكتور أكثر من 5 سنين، يعني ما تعرضوا لفحص مهبلي أو فحص حوضي أكثر من 5 سنين. يعني على الأقل الدكتور شاف بعيونه شلون شكل عنق الرحم، أو أخذ باب سمير بإيده. كمان وسائل منع الحمل، هي هامة جدا لازم نعرفها. يعني أيام بيتم الواحد بيخوض بحديث مع المريضة، وآخر شيء بآخر حديث تقول له إيه والله عندي لولب، يعني بتنسى تقول له بالأول. إيه، فهذا الأمر شيء هام. كمان الألياف، الألياف الرحمية كمان لازم نعرف إذا كان عنده سوابق تعرضت ل عمل جراحي فيه، أو صار عنده ايكو بالسابق، نسألها شو قال الدكتور، معها ليف ولا ما عندها ليف. هلا كمان سبستانس يوز، يعني تعاطي المخدرات، تعاطي المخدرات كمان بدنا نعرف اذا هي بتعاطي المخدرات، هي ممكن تسبب الاعتلال تخثر الدم. هلا كمان القصه العائليه هامه جدا. هلا الفحص الحوضي والفحص السريري العام، بينفحص البطن والاكسترنال جينيتاليا، المهبل، عنق الرحم، كمان الفحص الثنائي الاصبعي، بدك تشوف قديش قياس الرحم، حرق له حركه ولا ما له، يعني متحرك بحريه ولا غير متحرك، شكله، يعني الشكل بعض ما كثير بفيد، لانه ايام ما يعني ممكن يعني الشكل إذا كان ممكن يعطيك فكرة إذا كان في ألياف، عدا ذلك يعني ممكن تعتمد على موضوع تحرك الرحم وقياسه. كمان الملحقات لازم تفحصهم لتشوف إذا شاعر بأي كتل أو لا. ممكن استخدام التحاليل المخبرية للتوصل إلى أو توصل مساعدة التوصل للتشخيص. بشكل عام
الخضاب ومستوى الحديد كمان والفيريتين كمان. في حال الحمل بدك يعني تستخدم لا شك البيتا اس سي جي، بدك تشوف الكواجيليشن تخثر الدم يعني عوامل التخثر تشوفها اذا طبيعيه ولا غير طبيعيه، خاصة عند النساء بسن المراهقة أو النساء اللي عندهم أمراض جهازية. كمان بدك تفحص هرمون غدة الدرق. يعني هلأ فحص الـ LH الـ FSH ما بعرف أنا، يعني كل ما برجع بقرأ موضوع استخدامه في تشخيص المبيض متعدد الكيسات هو صحيح الفرق بصير كبير ما بين ال LH و FSH، بس ما بعرف إذا هو يستخدم بشكل أساسي يعني ل ل لا لا دكتور تفضل تفضل. لا لا أبدا ما نوم المعايير أبدا عند مريضة البي سي أو ما عم ينطلب ال FSH ولا ال LH أبدا. وهذا يعني هذا حكينا من تم يعني دائما الطلاب بيسألوه انه طيب او نسبة قلنا يا جماعة هذا الحكي محطوط بالكتب بس ما له مطلوب انه نستخدمه لحتى نشخص. تشخيص المبيض متعدد الكيسات بيكون غالبا سريري وبيكون غالبا عن طريق معايير روتردام. دكتور نحن عم نستخدم معايير روتردام. تفضل دكتور محمود تفضل. ايه معايير روتردام مستخدمة لتشخيص المبيض المتعدد الكيسات. ايه بدنا معيارين من اصل ثلاثة. ايه حتى نشخص. في الان اوفيوليشن او الاوليجو اوفيوليشن، هاي خلينا نحكي بالعربي انه لا اباضة او قلة اباضة، هذا اول معيار. المعيار الثاني بدي علامات سريرية او مخبرية لفرط الاندروجين. المعيار الثالث هو البي سي او مورفولوجي، يعني بس شكل المبيض بالايكو متعدد الكيسات. وجود اثنين من هدول الثلاثة عم نشخص البي سي او. طبعا كتحاليل روتينية للبي سي او ما عم نطلب الاف اس اتش ولا الاش، لا يعني نطلب التوتال تستوستيرون ونطلب 17 هيدروكسي بروجسترون فقط، هدول كروتينيات يعني خاصة اذا اعراض فرط الاندروجين خفيفة. اذا كانت شديدة ممكن نضيف تحاليل ثانية، اما نعتمد بس على هدول المعايير الثلاثة بتشخيص البي سي او عندنا هون. صحيح. والمورفولوجية تبع الشكل كمان المبيض وكمان يعني هلا كان على 12 جريب، هلا جديد صار 20 جريب، كانه ما يعني ما كثير عم ناخذ بالعدد بالرقم، يعني خلص الشكل بواضح شكل المبيض متعدد الكيسات شلون عم يكون في يعني جريبات صغيره اقل من 1 سنتي من قشره بالمبيض او زياده حجم المبيض لحد بحد ذاته يعني ممكن تتماشى مع البي سي او، ما شرط حتى انه يكون العدد الكبير من الجريبات. فهاي الامور يعني بيطلب الاخير سريري، بنحسه سريري اكثر ما انه يعتمد على التحاليل المخبريه والبي سي او المورفولوجي. يعني مشكله التوتال تستوستيرون بتعرفه مو دقيق مثل الفري، بس الفري المخابر ما بتعطي قيم دقيقه ومو كل المريضات عندهم ارتفاع اندروجين. البي سي او متلازمه كبيره بتحسها، يعني بدك تجمع اكثر من يعني اكثر من شغله حتى تقدر توصل للتشخيص. صحيح. يعني حتى العلامات الاندروجينيه او ارتفاع اندروجين بتشوفها بالاقليه من المرضى وليس بالاكثريه، يعني معظمهم ما بيظهروا هاي العلامات هي اولا. ثانيا على الايكو ممكن تشوف ضخامه بالرحم، سميها انا احتقان، يعني بشرح للمريضه انه والله المبيضين عفوا مو بالرحم، المبيضين والله المبيض بلش يعبي مي جواته، يكتر مي اكثر من عدد الانسجه الطبيعيه فصاير محتقن بالمي. يعني هذا احد العوامل اللي ممكن تساعد للتشخيص. هلا في باعتبار ذكرنا البي سي او، عندنا هون في شويه فرط بفرط تشخيص بي سي او. يعني عندنا هون قاعدة عامة إنه كل مريضة عقم هي مريضة بي سي أو، هاي مشكلة، يعني عندنا مشكلة كبيرة وكتير مريضات. حتى المشكلة الأكبر ما بعرف إذا عم يسمعنا
الدكتور رضوان، المشكله الاكبر اللي كانت هون عندنا كان عندنا تثقيب المبيض اوفاريان دريلينج كان روتيني لكل المرضى. يعني انا بتذكر من وقت انا بالاختصاص لهلا من 3 4 سنين الاوفاريان دريلينج هو روتيني لكل مريضات العقم. يعني كان هاي كارثه كارثه كبيره، والحمد لله هلا خففنا من خلال 3 سنتين الماضيات خففنا قدر الامكان من هذا الاجراء العنيف الغازل بدون سبب. يعني هلا وقت في سبب نعمل بدريلينج ما في مشكله. ولكن اغلب مريضات العقم اللي كانوا ينعملوا تنظير بطن كان ينعملهم تثقيب مبيض روتيني حتى لو ما كان السبب بي سي او. هلا في عندي هون عدد كبير من القابلات، بس بدي اقول لهم كلمه واحده، انه البي سي او المسبب للعقم ما بيترافق مع دوره منتظمه. يعني هلا في احد انماط البي سي او بيترافق مع دوره منتظمه، بس في دوره منتظمه بيكون في اباضه، هذا النمط اللي بيسموه الاباضي، يعني بيكون اعراضه اندروجينيه. نحن هذا ما بيهمنا، بيهمنا البي سي او المسبب للعقم. بي سي او المسبب للعقم ما في، غالبا ما في دوره منتظمه، فما تشخصوا بي سي او لمريضه تقولوا هالكلمه. بيقولوا دائما بيقولوا للكلمه انه روح للمريضه انه روحي عندك مريض متعدد تيسات. مريضه يعني سؤال بسيط، الدوره منتظمه غالبا ما راح يكون عندها مبيض متعدد تيسات. في فكره ثانيه عندنا هون كثير، انه المبيض متعدد تيسات، على الاول عم يسمعوني يركزوا انه ما عندنا نحن كيسات، ما عندنا جريبات كبيره، نحن عندنا كويسات صغيره. هلا المريضه بتجي لعندك مثلا بتقول لك انه انا عندي كياس مي على المبيض، هاي سمعت الحدا عم يقول لها انه عندك مبيض متعدد تيسات، فبتفكر انه عندها كيسات كبيره. هو المفروض كان يتسمى المبيض متعدد الجريبات مو مبيض متعدد الكيسات. فالقابلات اللي عم يسمعونا لا تحكوا كلام جزافي، لانه عم تفهموا المريضه وعم تخوفوها اكثر واكثر. بس هدول الملاحظات حبيت احكيهم على المريض المتعدد الكيسات. هلا هو يعني انت نفس القصه ممكن اسقاطها بشكل كامل على اي مجتمع، حتى هون عنا نفس الشيء، ممكن المريضه بتقابل طبيبها الطبيب الاسره وممكن يقول لها انه انت عندك مبيض عنده كيسات، فبتيجي لعنا بتقول ايه قالوا لي انه عندهم كيسات، فهذا خطأ شائع جدا، يعني يتأتى على الطبيب النسائيه او يعني القابله انه تشرح لها انه هي ما لهم كيسات مثل ما تفضل دكتور محمود، هي جريبات. صحيح، وبالفعل هلا اذا المريضه ما عندها اشكاليه بدورتها ودورتها منتظمة وأي شيء، وصار بالصدفة صدف إنه يكون في عدد جريبات زائد بالإيكو، هذا ما بياخذ، ما بناخذ ولا بنعطي فيه، وهي ما بحاجة لعلاج. صحيح. هلأ أحد التشخيصات هي الخزعة داخل باطن الرحم، يعني هلأ هي الخزعة داخل باطن الرحم بلشت تستبدل موضوع التجريف الاستقصائي. يعني هي مثل ما حكينا من قبل من زمان انه هي عبارة عن انبوب بلاستيكي ضمنه ستايلس، يعني ضمنه كمان خلينا نقول انبوب اخر، بتسحب الانبوب الاخر، هذا بيشكل بيحدث ضغط سلبي، هالضغط السلبي مع التجريف بيؤدي إلى انشفاط أو يعني سحب الأنسجة الموجودة في باطن الرحم، وهي عملية يعني كتير بسيطة وسهل عملها بالعيادة، ولا تحتاج عمليا حتى لمسكنات ألم. يعني ممكن تطرح عليها يعني حبة سيتامول قبل العمل، ممكن تعطيها الحبة بعد هذا، لأنه في كتير نساء منهم بيشعروا بالألم لحظوي أثناء إجراء الخزعة، وبعد منها مباشرة بيروح الألم، يعني ما بيتم. فهي نسبتها، نسبة دقتها كتير جيدة، يقال أنه قريبة لل 95% مع دقة التجريف الاستقصائي. هلأ ممكن تكشف لك بعض الحالات، أيام بعض الحالات بالصدفة تقول لك والله لقينا خلايا ليفية عضلية، معناتها في عندها ليف تحت فوق باطن الرحم أو سب ميكوزا تحت المخاطية. وأيام كمان بتكشف لك خلايا لبوليبات، لك هذا بوليب
عندها بوليب كمان، يعني انت مثلا عملت الخزعه وكشفت انه في عندها بوليب، هذا امر اخر، بدك ممكن انت يعني تحكي مع المريضه لحتى يصير معها تجريف بشكل كامل لحتى تقيم البوليبات، او تنظير باطن الرحم واستئصال البوليبات. هلا بامر واحد انا ما بتطمن، يعني هلا انا هذا الامر لمرضى يلي هن ما حول سن القطاع الطمس، ايام يعني بعمل لهم الخزعه، بس ايام لما ما بتكون يعني الوصف لنتيجه الخزعه مطمئن، فما بعتمد عليها بشكل، يعني بيقول لك والله بيستخدموا كلمة إنه superficial يعني سطحي، خلايا سطحية. طيب شو معناتها خلايا سطحية؟ يعني طيب إذا ما شعرنا في دقة بالوصف، الأفضل يصير تنظير مع تجريف أو تجريف على الأقل، خاصة للنساء اللي هن حوالين سن انقطاع الطمس. هلا كمان من يعني من اهم وسائل تشخيص اضطرابات النزفيه هي الايكو او الالترا ساوند، طبعا بشكله المهبلي ممكن بيعطيك قياس الرحم وضعه، كمان ممكن يعطيك موضع الالياف، وكمان يفرجيك اذا في كيسات مبيض ولا ما في كيسات مبيض. بتحبوا توقفوا هون لأنه هو هي طويلة كتير، ولا بتحبوا تستمروا؟ لا منوقف حكيم. ايه خلص منوقف هون لأنه بقيان شي 20-30 سلايد، ما بدنا نستعجل فيه هون، ما في عجلة، يعني ممكن نكملهم ب يعني هذا الموضوع هو نص النسائية بصراحة، يعني إذا نهينا هذا الموضوع كأنه نهينا حكينا عن نص، فمعناتها بنوقف هون وبنترك يعني مجال للأسئلة إذا في حدا عنده أسئلة. يعطيكم العافية دكتور أديب. يعني دكتور مرحب فيها، ما في إشكال إن شاء الله. دكتور في سؤال على الشات، بس بالنقاش اللي ناقشته إنه ما نعطي النوركولوت بعد النزوف يلي بتنشأ عن استخدام موانع الحمل أو اللولب أو إبر التمنيع، فشو العلاج؟ شو هلا إذا إجت عندك باستخدام موانع مريضة؟ الحمل، هلا ما ثبت، هلا انا ما بعطي بروجسترون، بعطي 10 ايام من استروجين وليس بروجسترون، يعني وحده على الابره ماشي الحال، يعني للنزوف البريك ثرو هي بعطيها 10 ايام من استروجين كونجكيت. واحد يعني جرعة عالية على فكرة 1.2، يعني هي بالضبط لها الموضوع، لأنه هي بتكون عندها نقص شديد بالبطانة، فأنت بدك تبني لها شوي من البطانة، شلون بدك تبني لها شوي؟ تعطيها أستروجين. فالعلاج للنزوف تفضل دكتور أديب، هون المركب مشان يعرفوا شو اسمه بينارين، هون كان يجينا بريمارين في عيارين 0.225 و1.25 او البينارين، اذا اغلبهم بجوز متواجد متوفر عندنا البينارين، او هلا الجينو استروجين هيك اسمه، فهذا اسم الدواء اللي يستخدم اللي عم يحكي عنه الدكتور اديب مشان نزف الديبو بروفيرا وموانع الحمل بشكل عام، اللي بيكون النزف بسبب الضمور، ضمور البطانه. هلا بس بعد اذنك دكتور اديب، يا ريت انه يعني ما نذكر العلاج لانه القابلات موجودين، وهذا يعني امتى بدك تعطي استروجين وش قد الجرعه وكذا، يفضل ما ينذكر او انه ننبه انه ما هني شخصه مثل ما حكى الدكتور محمود، لانه بتكون بطانه الرحم كثير رقيقه وهن عم يعطوا نوركولوت، فهاي العلاجات يعني هني خلص يحولوا الحاله هاي للطبيب، هو بيقيس بطانه الرحم بيعطي العلاج المناسب حسب سماكه بطانه الرحم. ايه ممتاز دكتورة إكرام، يعني هذا الكلام جميل جدا، إذا عندهم يعني حالات من اضطراب النزف عند الناس اللي عند النساء بياخذوا، هي يفضل ممكن تحويلها لأفضل لأطباء النسائية، هن بتولجوا يعني
الله يعطيهم العافية لمقابلتنا، يعني موضوع الحمل ومشاكله وزيادة، مو هيك دكتورة؟ ايه طبعا، يعني مشان ما ندخل بهاي المتاهات يعني. صحيح، يعني السلام الحمل هو عليكم. وقصصه. وعليكم السلام. بس بل... صوت شوي عم بقطش، عم تسمعونا؟ ايه دكتور، واضح صوتك، تفضل نعم دكتور نعم ابراهيم. تفضل. اي بس يعني ملاحظتين على السريع، بالنسبة للنور كلود هو النور اثندرون، طبعا في جرعة 2.5 و5 و10. هلا طبعا البروجستيرون ممكن يكون علاج لبعض النزوف، بس اهم شيء قبل ما نعطي علاج لاي شيء هو التشخيص. يعني مثلا اذا وحده عم تاخذ حبوب منع حمل وصار عندها نزف وما كان عندها من قبل اي قصه، ممكن نقول سببها هو حبوب منع الحمل، مع انه هو مو شائع. يعني حبوب منع الحمل هي بنفسها علاج للنزوف من اسباب ثانيه. بس ممكن اذا كان يعني وحده عم تاخذ حبوب منع حمل وصار نزف، بعد ما ننفي الحمل بدنا نعمل ايكو نتاكد ما في بوليب فايبرويد شغلات ثانيه، وبعدين نفكر. اهم شيء التشخيص. بالنسبه لاعطاء النوركولوت للمرضعات، هلا هون في عندنا النور اثندرون في جرعه مثل ما ذكر الدكتور اديب خفيفه كثير 0.35 اللي هي لمنع الحمل، ما إلى علاج النزوف. هاي جرعة كتير كتير خفيفة، لأني علاج النزف بيكون 2.5 5 أو 10. بس هو عمليا إذا أنا جتني وحدة عمرها 40 سنة وعندها ألياف وعملت لها خزعة والخزعة سليمة ما فيها هايبربليجيا، يعني ما قبل سرطان أو سرطان، ممكن بس لحتى نكون واضحين ممكن ينعطى النوركولوت. يعني البروجستيرون ممكن يكون علاج النزف مثلا بسبب الألياف، بسبب الادينوميوسيس او الداء البيطاني، بس بعد التشخيص ما قبل التشخيص، لاني بيغير من نتيجه الخزعه. يعني مثل ما بنعرف هو حتى البروجستيرون بيكون علاج للهايبربليجيا، يعني ما قبل السرطان، فممكن يغير نتيجه الخزعه. فاهم شيء اذا بدنا نستخدمه للعلاج يكون ما بعد التشخيص. احنا عملنا التشخيص، اذا المريضه مثلا عملنا لها ايكو اذا هي يعني بتتطلب خزعة رحم نعمل لها خزعة رحم، وبعدها مثلا طلعت سليمة وعندها ليف 3 سم وعم تنزف، وممكن نعطيها نوركولوت 10 باليوم لمدة قد ما بدنا، يعني شهر شهرين سنة سنتين. ممكن في ناس انا بحطهم على مثل عنا في بروفيرا، في شغلات تانية مثلا ايجستين، في بروجسترون واحد من العلاجات لا شك اني للنزوف الناتجة مثلا عن الالياف او ما هو أشيع العلاجات، بس ممكن ينعطى بعد التشخيص وليس قبل التشخيص. نعم هاي الفكرة دكتور، إنه بعد نعم التشخيص، هاي بعد التشريح المرضي إنه ممكن نحن نعطي. هلا أنا بفضل صراحة الجستروميد أكثر، ميدروكسي بروجسترون أسيتات بنفضل على النوركولوت والعلاج بعد هذا التشخيص. البروفيرا عندنا موجود نعم طبعا، بروفيرا. وعندنا ايجستين وعندنا اني شغلات تانية. هلا في السؤال اللي حسيته جيد، الديبو بروفيرا اللي هو حقن وبيعطي بروجسترون طويل الامد، والايوديز سواء اللولبيه او الهرمونيه ممكن تعمل نزوف. معروف بسبب، بالنسبه للديبو هو بسبب استجابه مختلفه للنساء، وبيعمل اني ترقق بالبطانه، بس ممكن يعمل نزف طويل الامد في اول 3 ل6 شهور، ممكن يكون شديد بعدها ممكن يكون بس اني مثل مشح بس اني غير منتظم. يعني انا برايي يعني قد ما عملنا اهم شيء اني خلص نوقفه، يعني اني اذا صار بيعمل هيك وما استجاب، ما الوقت هو اللي غيره. يعني كثير احيانا الناس بتنزف 3 شهور بعدها بتوقف نزف، خلص ما بضل عندهم دوره ابدا لان البطانه بتكون راحت. اذا استمر النزف ممكن تحاول تعطيهم استروجين مثلا بشكل منتظم، ممكن تحاول حتى تحطهم على حبوب منع حمل مركبه لمده 3 شهور، بس على الاغلب انا برايي ما بيستجيبوا. انا اللي هيك بصير معهم بوقف خلص الديبو، ما عاد بعطيهم ديبو، بحطهم على شيء ثاني، حبوب منع حمل مركبه وخلص بتزبط لهم الدوره تبعهم. النزف الناتج عن اللولب الهرموني، هلا هون في اسباب ثانيه بتدخل بالموضوع، اللي هو اسمه ستيرال انفلاميشن، يعني هدول بيعملوا التهاب عقيم داخل الرحم، ممكن يستجيبوا احيانا على النون ستيرويدال، يعني بنعطيهم هون كورس اسبوعين او حتى 4 اسابيع من الموترين او النابروسين، حتى دوكسي سايكلين موصوف لنزوف اللي بتنتج عن اللولب.
هدول على الأغلب بيكونوا بعد سنة أو أكثر من اللي ما هو أول فترة، هي دائما اضطراب هرموني. يعني مثلا تحط اللولب الهرموني أول 3 شهور عم بينزفوا يوم إيه يوم لا يوم إيه لا، بعدين بتزبط دورتهم. بس الناس اللي زبطت دورتهم كان عندهم دورتهم خفيفة مثلا شهرية أو كل 3 شهور، بعد سنة ونص بلشوا ينزفوا بشكل يومي أو يوم بعد يوم. أغلب الأسباب هي الستيرال انفلاميشن اللي بيصير التهاب داخل الرحم، فلذلك ممكن يستجيب على اما المضادات الالتهاب اللاستيرويديه لكورس يعني فتره طويله اسبوعين او اكثر، او حتى الدوكسي سايكلين بيستعملوا احيانا لمده اسبوعين. بين الدراسات اني ممكن يحسن من النزف. اذا ما تحسن ممكن هدول حتى مع اللولب بنحطهم على حبوب منع حمل لمده مثلا 3 شهور، بنضبط له البطانه شوي وبنوقفه، وإذا ما تحسن بدك تشيله. يعني بالنهاية بدك تشيل السبب اللي هو بتتوقع أنه هو سبب النزف، مع العلم أني لازم كمان نعمل أني إيكو، يعني ممكن حتى ولو عنده لولب يكون عنده ليف، يكون عنده بوليب مثلا، يكون عنده شغلات تانية. بس إذا ما في أي أسباب تانية هيك أنا بتعامل مع النزوف الناتجة عن اللولب أو عن الديبو. تفضل. كلام جميل. هلا نحن بالنسبة موضوع اللولب، أنا قصدت اللولب النحاسي أكثر الأحيان ممكن نميز فيه موضوع التهاب باطن الرحم. هلا بالموضوع اللولب الهرموني من الصعب نحن نميز إذا كان النزف ظاهر عن اضطراب الهرمون أو عن وجود الجهاز بحد ذاته. هلا بس إذا عندك لولب هرموني وكانت هي لمدة سنة أو سنتين أمورها تمام وبعدين بلشت تزيد النزوف تبعها او تصير مضطربه، هون يعني اشاره كثير واضحه انه صار في عندها التهاب. ومثل ما تفضلتوا اسبوعين او اسبوع من الدوكسي سايكلين ممكن يفيدها اضافه ل يعني النون ستيرويدال. هلا برجع لموضوع الديبو بروفيرا، هذا موضوع كثير حساس ولازم نحن نعطي توقعاتنا للمريضه من قبل. يعني أنا بقلها للمريضة أول 3 شهور كأنك رايحة على جهنم، ما بقدر أعطيكي أي شيء، ما بقدر أوعدك بأي شيء، ممكن دورتك يكون تمت طبيعية أو ممكن تصير غزيرة أو ممكن تنزفي كل يومين كل 3 أيام، بس استمرارك على هالدواء لتاني إبرة وثالث إبرة بتتحسن الأمور. كمان في شغلة خطأ شائع عند المريضات عم بيصير إنه استخدموا أول إبرة طربت معها الأمور وصار عصبت، يعني صارت الأمور عندها كتير دخلت من حالة نفسية تعبانة وكذا، بتقول لك دكتور خلص ما عاد كمل عليه. أنا باعتقادي عدم استمرار بالإبرة ما في مشكلة، بس بدها يكلفها كمان شهرين تانيات لبين ما تزبط الدورة عندها. ربما إذا عطيناها الإبرة الثانية وحتى إذا عطينا الإبرة بشكل أبكر بأسبوع أو أسبوعين، يعني إذا لقينا والله بقيان أسبوعين للإبرة الثانية معلش إلا خذي الإبرة الثانية، هي الإبرة الثانية بتحسن يعني من تعود الجسم على هالموضوع. هلأ إذا دخلت بالإبرة الثانية وأمورها ما تحسنت بشكل واضح، هلأ هي إذا كان عندها الموضوع بشكل 80% نزل ل40% تحسنت شوي بنصبر معها. إذا ما تحسنت ممكن أعطيها خيار الأستروجين وبعد الأستروجين بشوفها براقبها. بس يعني حابب أكد على موضوع أنه إذا بلشوا بالإبرة الأولى أنا ما بنصحهم يوقفوا على الإبرة الأولى، بنصحهم يتابعوا على الإبرة الثانية، بعد الثانية ممكن نحن نقرر. في أي سؤال؟ في نقطة ثانية دكتور أديب، بالنسبة للبريمارين اللي ذكر الدكتور محمود اللي هو 0.625، أنا آسف اللي قال ما تذكر الجرعة، بس عن الجرعة خلص احنا بنذكر كل شيء، والمسؤولية على يعني قابلاتنا الله يجزيهم الخير بيعرفوا، إن كل واحد بيعرف إن إمكانياته وحدوده. احنا عم نذكر الجرعة للي بتلزمه الجرعة، واللي الباقي يعني ان كل واحد بياخذ اللي بيستفيد منه. بس لعلاج النزوف اذا بسبب الديبو البريمارين 0.625 او حتى الواحد فاصل، هدول جرعة صغيرة، هدول اتليست عندنا هون جرعة للهرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو معالجة النساء بعد اليأس اللي عندهم اعراض.
إذا بدنا نعطي استروجين لن يعني نقاوم التأثير البروجستيرون بيكون بجرعة أكثر من هيك. يعني مثلا الجرعة الموجودة بحبوب منع الحمل هي أكثر أضعاف هي الجرعة هي للاستروجين. وعلى الأغلب يعني في استروجين حب على فكرة 1 ملي جرام 2 ملي جرام استراديول اسمه ممكن تعطي بجرعة. أو ممكن نستخدم الشيء الموجود بحبوب منع الحمل لأنه هو جرعته أكبر من البريمارين. البريمارين جرعة خفيفة كتير ما كتير راح تأثر على النزوف الناتج بسبب البروجستيرون. آخر نقطة عندي اللي هو على البي سي او اس، طبعا مثل ما تفضلتوا حضرتك والدكتور محمود ما عاد الاف اس اتش ال اتش ريشيو ما عاد موجود ضمن الكرايتيريا تبع التشخيص المبيض متعدد الكيسات. الروتردام كرايتيريا هي الأشياء اللي بنستخدم احنا هون، واحد منها مثل ما ذكرته هو تعداد الجريبات، واحد منها حجم المبيض اللي هو أكبر من 10 سنتيمتر مكعب، وطبعا هو الشكل اللي هو بيكون لحمة المبيض أكبر يعني متوسعة والجريبات على الطرف. الـ NIH criteria تبعنا هون بأمريكا ما فيها المورفولوجي، بس يعني ما هي الأشعة استخدامها. وطبعا دائما لما نطلب تحاليل أنا بطلب الفري تستوستيرون هون لأني متوفر، وبتطلب تحاليل تاني بناء على التشخيص اللي انت بتشك فيه. يعني دائما انا بطلب مثلا الهرمون الدرق، احيانا البرولاكتين اذا في اعراض تاني، الاف اس اتش والال اتش بنطلبهم اذا كان في يعني وحده مثلا عم نشك عندها هبات سخنه او عم نشك في اسباب تانية لاضطرابات الطمس غير البي سي او اس ممكن نطلبها. بس بشكل عام احنا بنطلب هون الالترا الايكو وال تستوستيرون والهرمون الدرق بشكل شائع لنشخص المبيض متعدد الكيسات. حكيم 17 هيدروكسي بروجسترون ما تطلبه بشكل روتيني؟ انا بروتيني الا اذا في اعراض اندروجينيه، يعني اني شعرانيه بشكل كبير او كذا، او اذا اجى التستوستيرون مرتفع بطلب ال 17 الفا وبطلب الدي اتش اي اس. اي اذا اجى التستوستيرون مرتفع، بس اذا وحده بس عندها اني اضطراب دوره طمسيه تباعد دورات طمس مع شويه بداني مع شكل مبيض ما بطلبه بشكل روتيني. لان هو بتعرف ال 17 الف هيدروكس بروجسترون بيكون مرتفع بعدد قليل من حالات البي سي اس، بس اكثر بالكونجنتال ادرينال هايبربليجيا، وهدول بيكون عندهم شوي اعراض يعني اندروجينيه نعم شديده شعرانيه ولا شغلات ثانيه. اي أنا من فترة صادفتني مريضة شاف جاي بقصة شعرانية، طلبنا لها توتال تستوستيرون و17 هيدروكسيبروجسترون، طلع 17 هيدروكسي مرتفع، طبعا حولناها للغدية. مريضة تقريبا إلى سنة يعني عم تتعالج للشعرانية وما كان ما في أي تحسن عندها أو هيك شيء. حكيم ما بعرف، أنا بعتمد على الأب تو ديت، الأب تو ديت يمكن إنه بيعتبروا الروتينيات للتوتال تستوستيرون وال17 هيدروكسيبروجسترون ولل الليبيد بروفايل، هذول روتينيات لمريضات. هلا هو يعني اي متلازمه، كلمه متلازمه معناها في عندك اطراف، يعني بتجيك وحده مثلا يعني عمرها 25 سنه وزن زائد شعرانيه كذا، بتطلب التوتال تستوستيرون بيطلع عندك 200، يعني اني هاي من اقصى حالات البي سي او اس. بتجيك واحدة مثلا أنا من يومين 40 سنة عندها شوية أعراض، الفري تستوستيرون مرتفع، ما حتى ما عملت لها شيء. يعني أنت أحيانا البي سي او اس يعني هي أحيانا بتشوف أني شو راح تعالج، يعني أنت لحتى طبعا أكيد الفاستينج ليبيد، وحتى هلأ نحن هون كنا نطلب فاستينج لوكوز فاستينج إنسولين، هلأ أكثر شيء المستطب هو حتى اختبار الجلوكوز تولرنس تيست، يعني اني بتجي ال 2 اور بتجيبهم فاستنج بتعمل لهم وبتعطيهم، هذا اكثر بيختبر قدرتهم على معالجه الجلوكوز او استقلاب الجلوكوز. فدائما 75 الليبيد بروفايل اكزاكتلي ليبيد بروفايل والجلوكوز الصبح وبنعطيهم 75 وبنقيس السكر بعد ساعتين. يعني طبعا انت بدك تشوف شو بدك تعالج، يعني اذا واحد عم بتعالج العقم بيكون معالجته مختلفه، اذا بدك عم تعالج الدوره معالجته مختلفه. وطبعا بي سي او اس موضوع كبير، يعني ممكن بشي يوم من الايام نحكي عنه بشكل تفصيلي ان شاء الله. دكتور الله يعطيكم العافيه يا رب.
الله يعافيكم. بس قبل ما نسكر دكتور رضوان، قلت انه حجم المبيض اكثر من 10 سنتي البي سي او. 10 كيوبيك سنتيمتر، يعني انت بتاخذي ثلاث ابعاد بتضربيهم ب 0.53، اذا طلع اكثر من 10 سنتيمتر مكعب هذا واحد من الكرايتيريا اللي ممكن تحل محل عدد الانترال فوليكل، يعني مع عدد تمام. الانترال فوليكل كاونت ممكن بس نحجم حجم المبيض. العدد دكتور رضوان اعتمد ال 20 ولا لسه؟ هلا انا معلوماتي لسه عم بستعمل 12 يعني، بس بقى شوف الايكوج، ممكن طلع لك على الايكوج. وهو هذا المتلازم عنده كثير عوامل، يعني عوامل السريرية هي أكثر من عوامل التشخيصية. يعني هلأ بالنسبة لما تفضلتوا للألترا ساوند، أيام بيكون عدد جريبات ما كتير بس الحجم كبير. يعني ليش ما كتير؟ تفضل تفضل. لأنه بيكون الجريبات عددها قليل بس كبيرة هي بحد ذاتها، خاصة للناس اللي عم يراقبوا الإباضة بتلاقي في جريبات لساعتها موجودة من شهر لشهر ما راحت. فبتلاقي عدد اقل من 10 او بس مع يعني حجمهم اكبر. يعني هيك يعني انا اؤيد موضوع الحجم. هاي انا هلا كثير والله عم بعتمد عليها اكثر. الايكوج دكتور محمود لسه بتعتمد 12، determination of polycystic ovary in one or both ovaries 12 or more follicle او 10 سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر or more، اي واحد من هدول الثانيين. فالامريكان كوليدج موضوع الدريلينج عندكم اكيد يعني ما قليل جدا. انا ما عملته ابدا، يمكن ما بعد دكتور اديب. هلا بعض المراجع بتذكروا في حالات المقاومه جدا والناس اللي ما بيقدروا يروحوا على الاي في اف وكذا، فانا بالميشن تبعنا بلبنان وبالاردن عملت واحد اثنين يعني، بس هون ما هو شائع ابدا ابدا. يعني انا يعني ما بتذكر اذا مره عملت هون هيك، كنا عم نعمل لابروسكوبي فور ديفرنت ريزن، يعني اني ممكن عملت واحد او اثنين بالعشر 15 سنه الماضيه، بس ما هو شائع. يعني معظم الريزيستنت عم نبعتهم على الاي في اف، اللي ما بنقدر نعالجه بالكلوميد والميتفورمين والليتريزول عم نبعتهم على الاي في اف. الليتروزول مو شائع اكثر من الكلومين؟ الكلوميد عندكم الليتروزول بالبي سي او اس انفع من الكلوميد، في ستادي كبيره ببعث لك اياها، صار لها شيء والله 7 8 سنين طالعه. طيب ليش لهلا مو ابروفد؟ عنا بدهم 10 سنين لكل شيء ابروفد بالاف دي اي، الشغلات بياخذوا وقت كثير. نحن تمينا عم نستخدم الميزوبروستول وما له ابروفد لتحريض المخاط لحتى صار ابروفد. يعني هذا الامر في عده ادويه تستخدم اوف ليبل بسموها او خارج الصندوق. امر اخر يعني بالنسبه لموضوع الدريلين، اذا بنرجع لمعلوماته انه هو يبقى كحل اخير لمبايض معنده للتحريض، او يعني كمان بنفس الوقت تجيك كثير نساء هون خاصه موضوع الطفل النبيب شغله كثير، اذا ما عنده الواحد انشورنس كثير غاليه. فانت عندك فريقين، فريق عنده انشورنس خاص ممكن يروح لطفل النبيب، وفريق عنده انشورنس حكومه او ما عنده انشورنس هذا ما بيقدر يعمل. طبعا فهدول الناس بدك تحط بدك يعني تعمل لهم اي شيء ممكن يساعدهم. وانا صار عندي قصص ناجحه، يعني عندي مريضتين، وحده يعني بي سي او اس لك، حتى مو بس هيك، حتى عندها اندروجينيه، يعني عندها علامات اندروجينيه، بتحس رقبتها كثير عريضه وقصيره وسمينه، عملت لها دريلينج وحملت. وهلا بعد ما صار بعد ما اجاها الولد، يعني ما عاد قدرت تحمل لحالها وما بعتقد بحاجه لموانع حمل. تاني مريضه عندها سكري، عندها داء سكري شديد، وكان عندها بي سي او اس واضطرابات بالنزف، كمان هي اخذتها وعملت لها دريلينج وحملت، وهلا هي حامل بالولد الثاني. ومن يومين عملت دريلينج. هلا يقال في التكست بوك انه يفضل انه ما تعمل اكثر من 5 ثقوب. هلا موضوع العشر ثقوب او من كل سنتيين ثقب، هذا على ما يبدو خارج عن التوصيات.
توصيات إذا بدك تعمل، بدك تعمل 4 لـ5 ثقوب فقط لكل مبيض. دكتور أديب، ايش عم شو عم تستخدم مشان التثقيب؟ الهوك والله في أداة تانية غير الهوك؟ عم بستخدم بسموه الهوك، الهوك يعني نفسه الهوك نفسه ايه. عنا نفسه يعني استخدمته لوحده، صار لها 3 سنين ما عندها انشورانس، 3 سنين على عملنا لها تنظير بوقين وعملنا لها تحريضات وعملنا لها كل شيء، ما عاد صفي. حتى مو بس هيك، وسوينا لها يعني مراقبه اباضه، الجريب ما عم بيطلع اكثر من 13 ميلي، ما عم بيطلع. طيب وعم بيوقف، طيب شو بدها تساوي؟ ما في غير ما عندها مصاري يعني، خلاص عمل لها دريلينج وعملنا لها كمان حقن مر، يعني ايام تنظير بوقين مرتين بفيد على فكره، يعني اول مره بصير فتح جزئي، ثاني مره بصير فتح كامل للبوقين. في اي سؤال اخر بحبوا حدا يسال؟ عدا ذلك يعني ممكن لا أسئلة على الشات ما في. بدي أعتذر من الزملاء نختم اللي عم يسألوا كلامنا. أسئلة، بدي أعتذر من الزملاء اللي عم يسألوا أسئلة خارج الموضوع الجلسة. ممكن أجي الأسئلة اللي هي أسئلة توليد لجلسات الحمول. ما في أي أسئلة تانية دكتور، شكرا جزيلا في لك سؤال لجهودك. ندرة دم الطمس ما أسبابه؟ على الـ Q&A مو على الشات. أي ندرة دم الطمث ما أسبابه وما علاجه؟ يعني عم تيجي دورة بس عم تيجي خفيفة ولا ما عم تيجي دورة بنوم؟ بدنا نستنى من زميلة توضح لنا بالضبط. يعني إذا ما عم تيجي دورة هذا انقطاع طمث أولي أو ثانوي، بدنا نعرف أسبابه. بدنا نعرف أسبابه، بده النخامية قد تكون أسبابه، أو قد تكون أسبابه يعني تشريحية، أو قد تكون أسبابه باضطراب الكروموزومات كمان. كمان لازم نعرف هذا الأمر. كمان الحمل هو من أحد أسبابه. ندرة دم الطمس يعني نزف قليل، يعني دورة خجولة خلينا نقول عليها. بتوقع هيك قصده، أنه قلة دم الطمس، بتوقع هيك القصد. دورة قليلة، هاي بدك تشوف يعني تعمل لها هرموناتها، تعمل لها الاستروجين، تعمل لها الاف اس اتش كمان، تشوف اذا هدول طبيعيات ولا مرتفعين. مرتفع الاف اس اتش عندها، بدك كمان تشوف اذا هي بي سي او اس ولا لا. كمان بتكون بتجي دوره خفيفه يعني، او هذا، او اذا هي على، اكيد يمكن هي قاصده واحده مريضه ما لها على حبوب مناع، ما لها على موانع حمل، اكيد اكيد على، تقصد مريضه هي ليست على موانع حمل وعم بيصير معها يعني دورات خفيفه، اوليغومينوريا يعني دورات خفيفه وقليله. ف بدك تعملي لها هرمونات التي اس اتش، بدك تعملي لها الاف اس اتش والاستروجين. قد تكون هي عباره عن بي سي او اس وما عم بصير عندها دوره، بس هي بعد منها لاحقا بده يصير معها دوره غزيره. هو حكيم النساء اذا خفت دورتهم كثير هيك بيحسبوا حساب. هو المشكله ما في تعريف لحد الان لقله الطمس، ما في شيء ثابت بموضوع تعريف الطمس القليل. فالنساء مثلا متعوده دورتها 7 ايام، اذا صارت دورتها 5 ايام مثلا بدها تعتبر حالها انه صار عندها دورتها خفيفه. فالمفروض تاخذ معلومات اكثر من المريضه، والمريضات كثير بهمهم يعني انه اذا خفت الدوره كثير هالموضوع هذا اساسي بحياتهم، فبيعطوه اهميه كثير. فبخليها تاخذ قصه مفصله وتعرف بالضبط كم يوم وش عم تبدل باليوم، بجوز تكون طبيعيه وهي مفكره حالها انه عندها. وعلى فكره الدوره هي ما لها 7 ايام، الدوره لما حكينا ببدايه هي يعني ممكن اي دوره طبيعيه ممكن تيجي ما بين 25 يوم ل 32 31 يوم، وممكن تيجي ما بين 4 أو 5 لـ7 أيام. يعني ما مو صح تصل بفترات خاصة بآخر الثلاثينات بتجي بتصير منتظمة و7 أيام وعلى المضبوط وتمام، وبتعيرها بالساعة كمان. بس هذا الأمر إذا نقصه لـ6 أيام أو 5 أيام يعني لا يفسد في الودي قضية،
اي وبدها تستعمل التحاليل، بما ان الهرمون الدرق والهرمونات الاخرى، وقد يكون عندها يا بطانه خفيفه يا بطانه سميكه، بنعرف كمان الايكو ممكن يفيد بهالموضوع لاحقا. لهون الزميلة كتبت إن التي اس اتش عندها مرتفع، يعني معناها ممكن يكون نقص نشاط الغدة الدرقية، فبدها تشوف يعني إن العمر وهل هي مرضع ولا لا. إحنا دائما بنقول له إنه عمل له شغلة اسمها منسترول دايري، يعني إن اكتبوا الدورة كم يوم وإيمت أجيت وكم فوطة كل يوم، وهيك شيء واحد بيطلع على الصورة بشكل عام. بس إذا فعلا الـ TSH مرتفع ممكن يكون قلة نشاط الغدة الدرقية hypothyroidism صحيح، أو وإذا قصور في. حطيتيها وإذا بعتيها للدكتور محمود أو لأي طبيب وبلشوا لها على ليفوثايروكسين، ممكن أمورها تتحسن، يعني ممكن أمورها تتحسن ترجع للطبيعي. أي سؤال ثاني؟ ايه دكتور، في سؤال على الشات انه بالمبيض متعدد الكيسات بالتشخيص. من شوي ذكرنا يعني دكاترة ذكروا شو طريقة التشخيص، لو كان في عنا شعرانية وفي ارتفاع برولاكتين بس لكن يوجد دورة منتظمة، كيف يمكن التشخيص بهذه الحالة بشكل دقيق؟ يعني هلا هي يعني بتقول المبيض متعدد الكيسات لو عندنا شعرانية ودورة منتظمة، ما إذا هي مشخصة أصلا ولا إذا في شعرانية. هي شعرانية ما شرط تكون مبيض متعدد الكيسات، بدها إني تحاليل نشوف هل هي بسبب مبيض متعدد الكيسات ولا بسبب بس برايم، يعني شعرانية. في ناس عندهم شعر زايد بدون أي اضطرابات هرمونية أو شيء، أو هل هي بسبب غدة كظرية ارتفاع بالهرمون أو بس. دكتور تفضل. رضوان بعد إذنك، نحن عندنا الشعرانية الأساسية شائعة شوي، الديوباثيك اي العائلية، موجودة موجودة في العائلية العائلة. موجودة بمجتمعنا هون، موجودة زيادة شوي، يعني بتوقع أنه أكثر من غير مكان هون. فهي إذا عندها حليب بالصدر بدك تحللي له طبعا البرولاكتين، هرمون البرولاكتين إذا مرتفع بدها تصوير للدماغ نشوف ما في عندها ورم بالغدة النخامية، إذا ما في ورم ممكن نعمل شو صورة القيمة اللي شجر. بتعتمدها دكتور؟ شو قيمة البرولاكتين اللي عم تعتمدوها لتطلب ام ار اي؟ اي ارتفاع ولا فوق الـ50؟ لا مو أي ارتفاع، أنا إذا ارتفاع خفيف طبعا بنعيد وتأكد إني ما في ستيميوليشن، ما في كذا بعيده مثلا، بس إذا يعني ارتفاع شديد ما بعرف حسب أنا اللاب فاليو، يعني إذا أكثر من الضعف أو ممكن هداك الوقت، حتى والله عندنا يمكن الرقم أكثر من 50 لحتى نطلب الأم آر على آي. الاب تو ديت، على الـ50 كأنه إيه إيه اب تو بس ديت. ارتفاع خفيف بس بعيده ما مطلب مباشرة. في سؤال ثاني، انه مثل هيك ملاحظة انه السيدات اللي عندهم مشعر الوزن عالي وعم ياخذوا ديبو بروفيرا ما عم يجيهم تمشيحات او ما عم يصير عندهم هذا النزوف بعد المانع الحملي، لكن النحيفات عم يصيبوا النزوف اكثر، هل في تفسير لهذا الموضوع؟ هي مجرد ملاحظة عامة. ما بعرف دقة هالملاحظة إحصائيا. على فكرة أنا الديبو بروفيرا ما بحبه، يعني إني خاصة بمجتمعاتنا النساء اللي بدهن يعرفوا دورتهم مشان الصلاة والصيام وكذا، بس بخربطهم كتير، لأني بصير إني خربط النزف بخربط فأنا هون ما بنصح لما بشوف إني نساء سيدات مسلمات ما بنصحهم بالديبو بصراحة. طبعا هو بحد ذاته واحد من الآثار الجانبية الشائعة هو كسب الوزن، نعرف البروجسترون هو بيفتح الشهية وبيكسبوا وزن. والشيء الثاني هلا الشغله الجديده اللي يعني صار له 5 6 سنين، اللي هو بنقص البون دنسيتي، يعني بيعمل ريفرسيبل بون لوس، يعني بيعمل اني خساره بالعظم، طبعا ممكن ترجع بتكون مؤقته اذا توقف، ولا ينصح باخذه اكثر من 3 سنين متواصله. بس بشكل عام انا ما بحبه سواء لعلاج النزوف، اذا واحده عندها مثلا يستخدم كان للإندوميتريوسيس بعض الأحيان، بعض الأحيان للألياف، وبعض الأحيان كمان يحمل.
بس ما هو من الأمور المفضلة عندي خاصة بمجتمعاتنا. فأما إذا في، ما بعرف إحصائيا إذا فعلا الأشخاص اللي عندهم وزن قليل بنزفوا أقل أو أكثر من اللي عندهم، ما عندي خبرة. تمام دكتور، بالنسبة للمريض الأولى اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، يلي عندها شعرانية وارتفاع برولاكتين، عم تقول الزميلة إنه عملت تحاليل طلع عندها ارتفاع بهرمون الكظر، وعملت طبقة للكظرين طلع ضمن الطبيعي، وشعرانية ما كانت موجودة من قبل وبلشت الظهور بشكل مفاجئ. يعني إذا أي هرمون قذر مرتفع DHEAS، إذا ممكن بس تسجلي لنا أي شو أي الهرمون اللي المركز. بدها رنين. إذا الطبقة ما بين، يعني بدها رنين مغناطيسي يمكن أدق شوي، لأن إذا ال DHEAS مرتفع وشعرانية مفاجئة وش قد التوتال تستوستيرون، وإذا في ال 17 ألفا هيدروكسي بروجسترون، فإذا بس ال DHEAS معناتها إجباري من القذر، لازم ندور على السبب. يعني يا إما معناتها إذا ما في تيومر معناتها هايبربلاجيا. تمام. في سؤال، إذا كانت الدورة منتظمة وكانت من قبل بتجيها دورة 5 أيام، وهلأ صارت تقريبا 10 أيام، بعدها صارت ل 15 يوم، يعني عم نشوف نحن طول مدة الدورة، كانت 5 صارت 10 صارت 15، يعني عم المريضة إنه ما عم توقف عند النزف لمدة 15 يوم، غير شو طبيعي، الحل؟ يعني استقصاء، هذا هو استفسار. اسمه abnormal uterine bleeding، هذا غير طبيعي. الدورة اللي بتطول 15 يوم غير طبيعية، فبدها حسب العمر والباترن، إذا هي منتظمة و15 يوم ولا ما هي منتظمة، قديش عمرها ووزنها والأعراض الثانية، وبدها الاستقصاءات المطلوبة حسب العمر. طبعا أهم شيء بتبلش بالإيكو، وإذا هي فوق ال40 مثلا وفي شوية عدم انتظام وزيادة وزن، بدها خزعة أو تحاليل هرمونية إذا في عدم انتظام، يعني غير طبيعي. دورة 15 يوم بالشهر غير طبيعي، بدها استقصاءات. تمام دكتور، دكتورة ريم، تفضل. فيني لترجمة هاي المحاضرات، لأنه هي هذا السؤال نحن هلأ كنا عم نحكي فيه، يعني هي تشخيص الاضطراب النزف الرحمي، يعني هو هاي يعني أيام بعض الأسئلة، ما في مانع، نحن ما في مانع ومنرحب، بس هي يعني نحن كنا عم نحكي على تشخيص الاضطرابات، وتبدا بالقصه السريريه وتبدا بالفحص وكذا وبعدين بالايكو. طيب هذا فيني ان شاء الله بالمستقبل انه انتم تترجموا هذا المواضيع للغه العربيه؟ أكيد أكيد دكتور، حتى في مجموعة من زميلات الطبيبات المقيمات عملوا مجموعة، إذا ناطرين بس ناخذ منك الأوكي مشان بنبلش من محاضرات النزوف، وبعدها محاضرات النزوف النسائية، وأي محاضرات ممكن نحن تزودونا فيها إن شاء الله نترجمها ونوزعها على الزملاء. إيه ممتاز ممتاز. دكتور أديب، هلأ نحن ومجموعة من المقيمات كنا عم نترجم الـ MRCOG، تقريبا خلصنا النسائية، بقى إذا في ما عنا شاء الله. مادة خرج نترجمها، فموضوع يعني إن شاء الله ما بياخد معنا وقت كتير ومنترجم المحاضرات. إيه الله يعطيكم العافية. حتى أظن الدكتور محمود ذكر إن في عنده محاضرة جاهزة عن اضطرابات النزف بالعربي كمان موجودة، ممكن يبعثها للجروب. نعم، منتشرة حكيم، منتشرة، هي محاضرة لطلاب السنة الرابعة موجودة، هي الكل موجودة يعني بالمحرر تمام، بسهولة. وعدت أقراها بس ما أريدها. هو ترجمة الإيكو اللي عندكم هي الأفضل بتوقع، يعني بتوقع حتى أسهل من الأب تو ديت. الأب تو ديت متوسط يعني كثير واسع، والام ار سي او جي مختصر، ويعني بحسهم بيعطوا المعلومة هيك بشكل دج، ما عندهم أبدا مرونة، هيك حسيت الام ار سي او جي يعني في صعوبة أكثر من الأب تو ديت، مع إنه الأب تو ديت كثير واسع، والاي سي او جي بتوقع اسهل من الاثنين. ما بعرف ايش رايكم دول. هلا هو بشكل عام انا بعتمد على الايكوج اكثر من الاب تو ديت بالنسائيه. الاب تو ديت فيه علي شويه ملاحظات بموضوع النسائيه والتوليد، فنحن بنعتمد هون على الايكوج، ولو اني الاب تو ديت فيه شغلات احدث بمواضيع معينه، يعني الايكوج قبل ما تطلع الدراسات والميتا اناليسيز وتجتمع، والايكوج بتعين مجموعه من الخبراء، يعني ليطلع الموضوع بالايكوج احيانا بيتاخر شوي، يعني ممكن نشوف بيهايند احيانا. بس بشكل عام معلوماتهم يعني اني بالنسبه لاختصاصنا نثق فيها اكثر شوي. معناها نشتغل على ترجمة الايكوج.
افضل من غيره، ايوه ايش بعتلكم انا رايكم؟ اي موضوع ممكن ابعتلكم اياه. ان شاء الله على خير الله. في اي شيء اخر ولا ان شاء الله يعطيكم نختم العافية، ما هسه؟ في أسئلة، ما في أسئلة، إن شاء الله تعطيكم الله العافية. يسلمك يا رب. شكرا يلا ان شاء جزيلا الله للجميع. تشوفون على خير.